استاذ عزب. مش معقول الذل اللي الواحد فيه ده، وكل ما اكلمه يقول لي عملت تكنيك من 6 ساعات ونزلك 7 أرض في 6 ساعات، كفايه ذل بقى، كفايه بقى. يا خبر ابيض، اتحكم في مستقبلنا واكلنا وشربنا ولبسنا ومصيرنا، اعمل معاه ايه؟ يا ايه اتاخرت عليك خالص؟ امال بتبرطم بتقول ايه؟ اطلاقا ده انا كنت قاعد يعني بتغرغر، يعني حضرتك بكلم نفسي. انا حاضر. بتكلم نفسك خالص يا فندم. وايه الشياكه دي؟ ليه الشكشه كده؟ كنت بصطاد كلاب انا واحد صديقي، فاهم؟ صطاد كلاب؟ اه عموما انت بقيت نجم منور دلوقتي، وبعدين صورك منوره الجرايد والمجلات والتلفزيون. البركه في ربنا وفي حضرتك يا فندم. الله يخليك. دلوقتي هقول لك على حاجه. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ملوش كبير ايه؟ اشتري له كبير. ونكبر ابنك خويه جاي لك في طلب. ايه بقى؟ انا حبيت. واضح. انا حبيت وانجرح قلبي. فرحان انت قوي. وماسك علبه حمراء وواضح ان فيها دبلتين، يعني الموضوع خطوبه. يا قرد يا ابن الجنيه. ولا انا اسف، انا اسف، انا اسف. فوق. حاضر. قول لي بقى. نعم. البنت اللي انت اخترتها دي بتحبها؟ بعشقها عشق الكلاب للقطط، فلك ان تتخيل حجم العواطف. عشق الكلاب للقطط. كويس، طمنتني عليك. الله يخليك يا فندم. قول لي بقى. نعم. اتعرفت عليها فين؟ في شقه مفروض في حفله يا فندم. حفله؟ عرفت انها في الحفله. كويس. عرفت انها في حفله. هي رقيقه بتحب الحفلات يا فندم. رقيقه؟ رقيقه جدا. بتتكسف؟ بتتكسف. بص، لو بتتكسف اكتر من الشمس. لو الخجل ليه اسم يا فندم يبقى اسمها. حلو قوي. طلعت طيران على الحفله، دخلت قلت لهم فينه حبيبي فينه؟ قالوا لي مرمي في الصندره جوه من الدهوله. صندره ايه؟ ما كانتش شاربه اصلها يا فندم، من الدهوله خالص. شاربه؟ تدخلت قلت لها مساء الخير، قالت لي لخص يعني مش شايفه قدامي متر. لغزك؟ قلت لها بالراحه. لغزك؟ هي حركه ما بتشرب بتغز اي حد، معمول لها 9 قضايا قبل كده. منتهى الرقه. واربعه تنفيذ احكام، شغلانه يعني. حلوه. شغلانه. قلت لها مش هينفع نتكلم وسط الناس، اخدك ونروح اوتيل 5 نجوم. قالت لي طب شيلني عشان معدتي منمله ورجلي مش شايلاني. قمت شايلها حضرتك، نزلنا العربيه، حطيتها جنب في العربيه، دورت العربيه، طلعت بالعربيه يا فندم. طول السكه ما فتحتش بقها بحرف يا فندم. الله، مكسوفه. سكرانه يا بيه، مش دريانه بالدنيا. فجاه لقيتها ترقع بالصوت، سيدي وصلك الحقني، سيدي وصلك، ابوس رجلك معدتش منمله، هفرفر منك في الدواسه ولو قابلنا كمين هيبقى مشكله. قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت الحقني بنص ليمونه خضراء، الحقني بنص ليمونه خضراء ارشها معدتش منمله. صعبت عليا، جريت على المطبخ جبت لها. استنى استنى، جريت على المطبخ. انهي مطبخ ده؟ عليك ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ خلفيه في ايه؟ عندي مطبخ. انا فين؟ في العربيه يا فندم. عربيتك فيها مطبخ؟ الحمد لله. ما شاء الله. جبت لها نص ليمونه يا فندم قرشتها، قالت انا كده فوقتش بقى، لو هتص وشي بشويه ميه هبزغلل لك بقى وابقى حلوه واموره كده. قلت لها عندك الحمام ورا الكنبه. حمام ايه؟ حمام يا فندم. انت عندك حمام في العربيه؟ الحمد لله يا فندم. ماشي. غسلت وشها وفقت، قالت لي بص انا ماليش تقلي على القعده دي بقى، لسه كتير على المخروب اللي احنا رايحينه. قلت لها الطريق طويل والدنيا واقفه، اعمل ايه؟ قالت لي مش قادره. قلت لها ولا يهمك، ايدي في ايدك، اتمشى سوا. وقمنا نتمشى. استنى، قمت تتمشى فين؟ لغايه اما نوصل يعني. فين يعني؟ في العربيه يا فندم. اتمشيت انت وهي في العربيه؟ الحمد لله. يعني ايه؟ خدت ايدها وقعدت تمشي بيها كده؟ بتهزر ولا ايه؟ امال هتمشي في العربيه ازاي؟ انا عندي كورنيش تحفه في العربيه، حتى اول ما شافت البحر قالت لي وحشتني الكابوريا، وحشتني الجمبري، وحشتني الدوم، عايز اعوم. قلت لها يلا نعوم، قالت لي معيش مايو، جرينا على عم محمد جيب لي مايو. جريت على مين يا اخويا؟ محمد يا فندم. فين يا عم محمد ده؟ فاتح فرع في شنطه العربيه عندي حضرتك. ماشي. جبنا مايوهين، نزلنا البحر، طلعنا اتمشينا، اتمشينا غروب الشمس وانت قاعد تحت القلعه كده في اسكندريه. قلعه ايه؟ القلعه يا فندم. عندك قلعه في العربيه؟ الحمد لله، ده من ايام الاسكندر الاكبر عندي في العربيه حضرتك الحمد لله. انت سايق عربيه ولا سايق محافظه؟ ايه ده؟ حضرتك بتتريق عليا ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، بس انت بتقول حاجات مش معقوله يعني. اتنشفنا والشمس حصل غروب كده علينا رقيق رومانسي. قالت لي بص بقى اصارحك بمشاعري. قولي. قلت لها قولي. قالت لي انا عايز اتفرج على فيلم سلمى بقى. سلمى؟ فيلم سلمى؟ هي عندها مشكله في اللام حركه، هم صغيرين كانوا بيلعبوا شد الحبل باللسان، عارف حضرتك كل واحد يمسك لسان التاني. خلاص ماشي. قلت لها طب مفيش مشكله يعني، ده المول دقيقتين من هنا. اتمشينا شويه وصلنا للمول. استنى، المول ده فين؟ في العربيه يا فندم الحمد لله. اوكي. طلعنا مجمع السينمات الدور الثامن حضرتك. في العربيه؟ السينما بتاعتي بقى. طبعا. دخلنا بقى حضرتك، قلت لها ايه؟ قالت لي بص سيبك من الافلام النورمال دي، يعني من الافلام المعتاده دي انا واخده عليها حضرتك. معتاده؟ هي حضرتك عندها مشكله في التيه، كانت بتلعب طبق طاير بغطا سمنه مع الواد حماده ابن المجمع وهي صغيره، فرشا هنا حضرتك خدت 34 غرزه. 34 غرزه؟ الحمد لله. دي لطيفه، دي لطيفه قوي 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 يا فندم. قلت لها قالت لي عايزه فيلم فيه مشاعر،
فيلم فيه مشاعر. ان انا من صغري وانا ما شفتش مشاعر ولا سمعتك. انا طبعا فاهم، عايز فيلم عاطفي، عايز فيلم عاطفي بقى لمشاهد. يا ابن الايه وانت جن في الحاجات دي؟ ده انا قديم يا ولا قديم بيه قديم يعني. قول لي حطيت فيلم ايه؟ يلا ده انت كلك نظر. اقول لك اقول لك شك في ايه ولا انا اقول لك انا حطيت نهر الحب. احنا مش عطشانين نهر حب. ايه يا بيه احنا عايزين نتفرج على كلمتين يعني. طيب الحب الضايع لسه هندور. انت فاضي ولا ايه؟ والله امال حطيت فيلم ايه؟ الناصر صلاح الدين مش متشال منه مشهد يا بيه. الناصر صلاح الدين هي شافت صلاح الدين الاليوبي على الحصان. استنى، صلاح الدين الاليوبي وهو راكب الحصان اسمه صلاح الدين الاليوبي. انت شفت الفيلم؟ شفت. انت شفت الفيلم؟ شفت. لما صلاح الدين الاليوبي كان راكب الحصان وفتح المطوى القرن وبيهوي كده. استنى، صلاح الدين الاليوبي ماسك مطوى قرن. ايوه. بيهوي مين؟ لما ضرب عز الدين ايمن في الحته دي. استنى، عز الدين ايمن. نقوله ثلاثه هنا ورا بعض كده. استنى، اسمه عز الدين ايمن. ايوه. صلاح الدين الاليوبي هينزل مع الحصان مطلع مطوى قرن، يقول له اوعى يا عز اوعى هلا. بعد هجوم هيقول اوعى هلا. ايوه يا بيه. لما دخل السلطان قطر بينهم عشان يستنى. سلطان قطر اسمه سلطان قطز. انت شفت الفيلم انت؟ ايوه شفت. شفت انت تفهم في السلم انت؟ ما انت بت ايه يا بيه في ايه؟ انت شفت الثلاثه كانوا بيتخانقوا على ملكه واحده. ايوه صح، كانوا بيتخانقوا على ملكه شجره الرز. شجرة الرز انت بقى بتبوظ تاريخ دماغك. هي شافت المنظر ده لقيت دم كتير. ما اقدرش على كده يا سيدي، وصالك الحقني، انا هفرفر من الخجل هفرفر من الخجل. وراحت ماسكه الفستان مغطيه وشها. ونعم الخجل والكسوف كده اهو. من لهيب الخجل الفستان ولع. الفستان ولع؟ ليه حاطه في وشها مكوه؟ عارف تريق على حبيبتي ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، اصل ايه اللي هيخلي الفستان يولع؟ لما الفستان ولع يا بيه شفت تعبير الوش، عرفت قد ايه هي كسوفه. كسوفه جدا. قول لي بقى. ايوه. حصل ايه لما وشتها بان وبقت كسوفه؟ قلت لها عجبتيني يا بنت. قالت لك ايه؟ عجبتني. احترم نفسك. وقلت لها ايه؟ حبيتك يا بنت. قالت لك ايه؟ قالت لي وانا لخص يلا. وانا لخص يلا. وبعدين قلت لها ايه؟ نتجوز يا بنت. حلو. قالت لك ايه؟ طلعت عقد عرفي من شنطه ايدها حبيبتك، خدتها وطلعنا على مكتب المحامي اللي في الشكمان عندي عشان نوصل. استنى، وجبنا اتنين شهود. استنى، محامي في الشكمان؟ ايوه يا فندم، مكتبه في الشكمان. وجبنا اتنين شهود من التابلو مضوا على طول. اتنين شهود في التابلو معمولين ازاي دول بقى؟ قاعدين فوق الرخص. تفتح التابلو تلاقيهم قاعدين كده فوق الرخص، حضرتك بيقروا في الرخص كده دايما. وبعدين عملوا ايه عشان يشهدوا العقد العرفي؟ مضوا الحمد لله وخلاص. طب يا ريت تقول لي بقى، لما تحب تقلب العقد العرفي ده الشرعي هتجيب المأذون منين؟ مكتبه جنب رجلي في الفتيس. اطلع شرعي انزل تاني. انت بتستعبط؟ انا يا فندم بقى ليه بقول لحضرتك؟ للاسف انت ما طلعتش زي استاذك. ليه يا استاذ؟ طبعا. ازاي تسرح بمشاعرك لوحده؟ ايه المشكله؟ لما تسرح بمشاعرك لوحده تركبك وتدلدل رجليك. لا اتكلم على قدك يا باشا، ما تعملش لنفسك مشاكل. يعني ايه؟ تدلدل مين يا بيه؟ في ايه؟ تركب مين وتدلدل ايه؟ وفي ايه؟ مالك انت بتتكلم كده ليه يا بيه؟ ما بقول لك هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ طب ايه الموضوع؟ وبعدين انت تعرفها عشان تتكلم عليها كده؟ لا ما اعرفهاش. بس دي هي كلها 20 سم، 22 منهم كعب. الموضوع خلصان من البدايه يعني. 22 منهم يعني مش موجوده. خد بحط بدخل بيها اي اوتيل في جيب الجاكيت، لا تصفر ولا تصفر ولا اي مشاكل، داخل من البوابه دي عادي جدا. والله؟ ايوه يا فندم. طب قول لي قابلت ابوها؟ مسافر يا فندم. خلاص لما يرجع نبقى نقابله، بس قول لي بقى طمني. نعم. البنت بالمواصفات اللي انت قلت عليها دي يعني بتسكر وبتعمل حاجات؟ بص حضرتك عايز الحق ولا الصدق؟ عشان انا ما بحبش اكذب. الحق ولا الصدق؟ عشان انا ما بحبش اكذب. عايز الصراحه ممكن اكذب عليك واقول لك الصراحه، بس شوف انت تختار. اللي انت عايزه. حضرتك كلامي كله عن البنت مش حقيقه. طب الحمد لله. كلامي عن العربيه حقيقه. انا راجل امين. المهم قول لي، البنت لذيذه جدا، اموره قوي، دمها خفيف، شربات دمها شربات، واسمها شربات. اسمها شربات؟ اسمها شربات. غريبة، اسمها شربات على اسم شربات بتاعتنا اللي كانت بتاعتنا، وهتبقى بتاعتي لوحدي. يا حدقة اوعى. هتبقى بتاعتك لوحدك؟ يا حدقة اوعى. وهتبقى لوحدك؟ يا حدقة اوعى. وبعدين بنحب بعض واتفقنا على كل حاجه وحددنا ميعاد الفرح وحجزنا القاعه وجاي اجيب لحضرتك دعوه. اوعى. وحجزت القاعه؟ ايوه. ويا ترى القاعه دي هتبقى فين ان شاء الله؟ في العربيه. اوعى. انا مش فاهم انت بتتكلم على شربات مين. شربات يا بيه بنت زناتي. انهي دي؟ زناتي. شربات يا بيه حضرتك بتمس بنت شربات. هي 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 اللي في الصوره دي يا فندم. باكينام. باكينام. ماشي موافق. انا طالب ايد باكينام.
لا فاكينام لا لا ولا لا ليه يعني لانها مخطوبه. مخطوبه لمين يا بيه؟ انا بقول لصاحب نصيبها وانا بخطب منك عربيه 28 في القسط يا بيه. انا بقول لحضرتك بحبها وهي بتحبني. ما تستعبطش. انا ما بستعبطش يا عزب. مالكش دعوه بفاكينام. بحبها. مالكش دعوه بشربات. وكتاب الله بحبها. اسمعني كويس عزب بيه، انت انا طلعتك فوق في السماء. انا عارف انا ما بكدبش. ممكن انزلك سبع ارض. انا عارف بس بحبها. ابعد عنها. ده جزات اني جيت اقول. فكر في كلامي كويس يا ولاسه. ولاسه ايه يا بيه؟ يا عزب بيه بحبها والله يا عزب بيه. هو بيعمل فينا كده ليه؟ كل ده عشان النجوميه والشهره والفلوس. طب ايه راي حضرتك بقى ملعون ابو النجوميه على الشهره على الفلوس لحد شرباته مش لاعب يا عزب شوق؟ مالك يا صاحبي؟ مخنوق يا صاحبي. انت اللي مخنوق؟ روح تطلبها مني اللي مخطوبه لصاحب نصيبها. ما انتش عارف ان الجواز اسمه نصيب؟ انا اللي اعرف ان انا بحبها وهي بتحبني، وانت عارف كده كويس يا برو. انا ما اعرفش حاجه. انت مش صاحبي يا اخي، ما تحط نفسك مكاني. انا صاحبك اه بس ما احطش نفسي مكان حد. افرض ان انت بتحبها ورحت. لا انا بقول لك ما بحبهاش. برد تسمعني، انا بقول لك افرض انك بتحبها ورحت تطلبها منه. ما تفرضش. ليه يا برد؟ في ايه؟ الله ليه ما تفرضش ليه؟ عشان مش هعمل كده. مش انت مجنون يا ابني؟ يعني انت تحبها بجد ولا هي هتحبك ولا هتبص لك؟ وهي ما تبصليش ليه؟ اولا بتحبني، ثانيا فرق 14 فدان فوق بينك وبينها، هتحبك ازاي دي؟ هي قالت لك ان ما ينفعهاش. اه قالت يا برد. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. عقبالك اما تفوق وتصحى لنفسك للغلبانه اللي متشحتف عليك دي. انا في حد متشحتف علي؟ اه في حد متشحتف عليك. مين ده؟ زيزي ولا هتستعبط؟ زيزي؟ ايوه يا ابني الوقت بيجري. يا ابني انت اللي عبيط، انت اتهبلت. زيزي دي بتحب واحد حمار مش حاسس بيها. هي قالت لي انا كده. هي تقصد حضرتك بالحمار ده؟ اوعى تلعب بعواطفك. يا عم العب بعواطفك ليه؟ الحقها قبل ما يصادرها منك ويقول لك مخطوبه لصاحب نصيبها هي كمان. مين اللي هيصادرها؟ هيكون مين غير زفت عزب؟ اسمع اللي بقول لك عليه. وزيزي تنفعني؟ طبعا البنت زي القمر وصغيره وجميله وبتحب. سيبك من ده كله، الجينات الوراثيه الطويله اللي عندك وعندها انت بتقيس الحب بالمزوره. اسمع الكلام ده، انتوا هتجيبوا نخل زي القمر. اسمع اللي بقول لك عليه. انت بتلعب بعواطفي ولا غاوي تجرح فيا؟ الحق البت يا بني ادم. متاكد؟ اه متاكد. زيزي انا الحمار يا زيزي. حمار بجد. ممكن اعرف مين اللي ادالك حق تقول ان انا بحبه؟ ومين اللي اداك الحق تتصنطي علينا؟ ما هو اللي عرفك لازم يتصنط عليك. ليه يا بت انا عملت لك ايه؟ عشان يلحق نفسه وتقي شرك. شري انا؟ بعد اللي بعمله عشانك ده شري؟ شري ليه ان شاء الله؟ ايه كل ده مش عارف؟ عمال تشفط كل حاجه زي الشفاط. اشفط ايه وشفاط ايه؟ كلميني زي البني ادمين هنا. شفاط عمر شفاط اسمه، ما تسيب له حاجه يا اخي نومك سواه. انا ما طلبتش منه حاجه. هو اللي اداني كل حاجه بكيفه وبمزاجه. وانت اديته ايه؟ لو طلب كنت اديته. عمره ما يطلب منك حاجه لانه عادل. ايه؟ مش بتقول صاحبك اخوك وحبيبك؟ اطيب مني يا زيزي. وده اللي مخليني بحبه. من غير ايواء، الواد بيدور عليكي وهجوزولك غصب عنه خلاص. لا لا ساعتها انا اللي هقول لا. انت يا اما مجنونه يا اما في ربع ضارب. ليه لا ليه؟ الحب مش كلام، الحب تضحيه وانا لازم اضحي. لا اله الا الله. وتضحي ليه؟ وعشان مين يا بنت الناس؟ عادل بيحب واحده ثانيه. يا سلام جبت التايهه. لو عادل بيحب واحده ثانيه انا اول واحد هيعرف. صاحبي شقي عمري سره معايا. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. نعم يا اختي. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. ليه بيحب امي ولا ايه؟ ما ينفعش يقول ليه؟ مش فاهم. عادل بيحب شربات. شربات مين؟ بنت زانيتي. يحبها ازاي؟ بيحب ما لازم يحبها، مش هتبقى مرات اخوه؟ ما لازم يحبها ويخاف عليها. عايز يتجوزها. انت عايزه تولعي الدنيا ولا ايه؟ فلوتك السودا دي يتجوزها ازاي اذا كان جاب لي الدبل قدام عينيكي؟ ما هو جاب الدبل وكتب اسمه واسمها عليه. اسمه واسمها عليها؟ يعني الدبل اللي انا دخلت يعني هو ما كانش يعرف ان انا وجايب الدبل كاتب عادل وشربات وانا زي الحمار خدتها. يا نهار اسود، وانا اقول دبلتي طويله قوي عليا يا ربي. طب عادل فين دلوقتي؟ عادل يا عادل ولا عادل؟ سيبني في حالي بقى يا اخي، انت عايز مني ايه؟ انت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ لا انا عيلتي عزب بيه. وايه البقجه دي ان شاء الله؟ اللي جيت بيه همشي بيه، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط؟ بعد اللي عملته علشانك السنين الطويله دي وتقولي لي بلاط؟ بعد ما خليتك بني ادمه ونجمه وتقولي لي بلاط؟ انت لا كنت عايز تعمل مني نجمه ولا زفت، انت كنت عايز تصحي باكينام وتموت شربات. انما اسفه بقى يا عزب بيه، انا شربات وعايز اكون شربات. اني شربات وعايز اعيش حياتي بحريتي وارادتي وكرامتي. والله يا عهد القطه المغمضه فتحت، البت الخارصه طلع لها لسان بعد ما كانت بتقول بقى دلوقتي بتقول عايز اعيش حياتي بارادتي وحريتي وكرامتي. مين اللي علمك الكلام المزيف ده؟ انت. بس ده مش معناه انك تعاملني على اني كرسي في صالونك تحطه مطرح ما انت عايز. اسمعيني كويس، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. لا يا عزب بيه، انت بتحب باكينام وانا شربات عن اذنك. لا لا، مش انت اللي هتقفلي الروايه، مش انت اللي هتحطي كلمه النهايه. سيبني. انا قلت لك ان انا هنا في الكل، في الكل
أنا صاحب الكلمة. سيبني. هتجوزك. سيبني. بإرادتك غصب عنك هتجوزك. سيبني بقى. اسمعيني كويس. الحقوني. حدي الحقني راجل مجنون. إيه ده؟ إيه ده؟ عادل. سامع صوت استغاثة. أيوة أنا. أنا سامع صوت استغاثة يا بابا. أنا. أنتِ؟ الحقني الراجل المجنون ده كان عايز. مجنون؟ من إمتى؟ من إمتى؟ تعالى هنا ما أقول لك. إيه؟ اسمع كويس. ايه؟ انا بحبها وعايز اتجوزها وعايزك تكون الواسطة بيني وبينها. لازم توافق يا حيوان. تتجوزك انت؟ ايوه. انت مين انت؟ ابن مين انت؟ سوء عليك يا نادل يا جبان كده. ده انا قتله. لا ده انا اتبعه. مش الدرجاتي. حد يجيب لي عصافة. ما وريتك يا نادل يا جبان. ايه ده؟ عامل لي فيها تمرجي. تمرجي معاك؟ روحك هتطلع في ايدي يا عزب. غريب وهيموت. هيموت في ايدك بجد. خايف عليا يا باكينام. ادفو عليك يا اخي. حد اتجوز حد غصب عنه عزب بيه؟ مش غصب عنها، بارادتها. لا مش بارادتي. بارادتك بعماره بلاعه الدبله اللي مكتوب عليها اسمه. انت خلعت الدبله شربات؟ لا يا مفتاح. قالت لا. يلا نمشي من هنا. بقول لك ايه؟ اعبد دواطولك. بقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كمان همشي معاكم. افندم؟ انا كمان همشي معاكم. انت كمان هتمشي معاهم؟ هتمشي معاهم تروح فين؟ همشي من القرف ده. قرف ده وترجعي فين؟ ترجعي لل تاني؟ اخرس يا ابو تافه. اسمع افتح ايدك يا استاذ. هتتضرب يعني؟ هتتضرب يا استاذ. ولد ولد ايه؟ لحد كده وكفايه تضحيات. انت ياما ضحيت عشاني. مش هسيبك تقتله وتخش فيه السجن. انا مفتاح مفتاح واخد على السجون والمعتقلات. انا ما شفتش السجن قبل كده. سيبني اجربه. تردش عليا للسعك على مناخيرك دي. ها هات السلاح. مستحيل. من 10 المستحيلات. من 18 المستحيلات. كابتن عايز ايه؟ هات ابوك شبك ايدك دقيقتين كده. هطلع اجيب حاجه من فوق. انزل. هجيب ايه؟ هجيب بلح. يعني هجيب ايه في اللعبه السوداء دي؟ اقتله يا برطه. الضربه دي جديده. ايه ده؟ خد هنا. تعالى تعالى. ايه العصا دي بكام؟ دي بجنيه وخمسين قرش. اما انت فايس وبتصرف كده بتلاتة ساغ ما تزوقيني يا ماما. جبته. جبته منين؟ سمعت عن ايطاليا؟ اكيد طبعا. يبقى اكيد تعرف الزقازيق. زقازيق؟ وده جبته امتى ده؟ الاتمون اللي فات. افتح ايدك. ايه؟ مالك يا تي؟ طنط رجلي بتوجعني قوي. طنط رجلي اسمه انكل يهبل. لو انت ما عندكش خلفية. في حاجة حصلت لأنكل؟ انت بتعرفش ان أنكل مات وطنط مسكت الشغل بقالها فترة؟ خلص عليه. بقالهم تلات أتامين يا راجل. افتح ايدك يا أستاذ. لا مش هفتح ايدي. انا ما عملتلكمش حاجة وحشة. انا طلعتكم في السما فوق. تنزلتني سبع ارض. انت اللي نزلت نفسك. انت اللي زحلقتني. انت اللي بتزحلق روحك. طول عمرك بتنزل عن حقك. سلبي. نزلت عن اسمك وعن دورك وعن حبيبتك وصاحبك المناضل ده. ما تجيبش سيره صاحبه. انا قلت لك انا بعمل حاجتين، بسوق وبقود. انت اللي ما عجبكش. فضل استعباطك طول الوقت. وانت عايزه تمشي من القرف اللي انت فيه بعد ما لميتك من الشوارع، بعد ما لميتك من الكلينكس. ماشي، روحي في داهيه. وانت انتي عارفه اني حبيتك. ايه؟ جاتك القوى. اتحرقوا في بعض كلكم. بقول لك ايه يا بروتا. ايوه. سيبك من كوبايه الزبادي دي وركز معايا. ابعد يا ابني من قدام اللمبه لطفور. ابعد. بص يا حبيبي، انا عرفت ان انت بتحب شربات من قبلي وما حدش. لا ما كنتش بحبها. انا كنت موهوب. ما تردش عليا. والله العظيم كنت موهوب. محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك انت. محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك انت. وديني احرقها قدام عينيك. ها اتفضل تزوج. ان شاء الله اللي اتجوزها غيرك يدفعها. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. تلزمني. ايه ده؟ خش بقى. ده. انا شغال يعني. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ اسمع نصيب. بتحدفوني لبعض. هو انا كره يا عادل؟ بس شراب يعني. انا بحب مفتاح وهتجوزه. وانا بحب زيزي
بنت حلال وطولي. خلاص قسمتوها على بعض؟ ايوه. كل واحد خد حبيبته؟ ايوه. طز هعمل باكينام جديده ولا هيهمني، بس قبل ما تمشوا من هنا انا هقول لكم الخبر اللي هيدمركم كلكم. إيه؟ خبر ايه؟ خير. عارفين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بيبو فرقع جيجي. استاذ عزم. نعم. انا مهما حصل ما اقدرش انكر ان انت صاحب افضال عليا بعد ربنا. كويس انك فاكر. وما كنتش اتمنى اقول لك الخبر اللي هقوله لك ده قبل ما امشي، بس مضطر. ايه؟ بيبو رجع لجيجي؟ امال ايه؟ جالك تليفون سخيف جدا بس مضطر ان انا ابلغه لك. من مين؟ جالك تليفون من الملكي بيقول لك ارجع التلاجة فورا لا تحمض. عشان ما ترجعش تقول ما قلتليش. خلاص؟ بعمارة ايه اللبن الرايب؟ امشي يلا. اوكي. امشي. نعم. مش عايز تقول حاجة أنت كمان؟ مستر كامل الدسم. أشكرك. أحب أنصحك نصيحة قبل ما تتجوز. إيه بقى النصيحة؟ مفيش داعي من حكاية الجواز دي خالص. ليه بقى؟ عيالك هيشربوك. وقبل ما أسيبك وأمشي، برضو كان في بيني وبينك عيش وليمونادة. جايب لك هدية بسيطة هتنفعك في يوم من الأيام. إيه ده؟ ليفة؟ ليه؟ عشان تسلخات المايوه. امشي! ماشي يا غجر!